شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لأحد تشكيلات المشاة الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف. وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص مقاتلي المنطقة على الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي لكافة التشكيلات والوحدات، يملأهم العزيمة والإصرار على تنفيذ ما يكلفون به من مهام بروح معنوية عالية. وقام القائد العام بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة، وأشاد بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة المركزية العسكرية والاحتياط المستدعى. ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس. وأشار الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا غير مسبوق نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لزيادة قدرتها القتالية، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وفي يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد قام بالمرور على الإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات والروح المعنوية لرجال المنطقة المركزية بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. حضر إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.